ماذا نعرف عن السرطان؟ أسبابه، أعراضه، مضاعفاته، وما هي آخر المعطيات الإحصائية الوطنية؟ كيف يتمثل عموم المغاربة المرض؟ وما مدى تقبل تأكد تشخيص الإصابة بالسرطان على المريض وأسرته؟ أي تقييم لتعميم وتجويد التكفل العلاجي بالمرضى خلال العقد الأخير، وتحديدا في ظل تبني مخطط وطني للوقاية ومراقبة السرطان قبل 5 سنوات؟ ثم هل أثمرت جهود التحسيس الكشف المبكر عن المرض من جهة، ومن جهة أخرى تبني السلوك الواقي من عدد من مسبباته؟ السرطان موضوع عدد هذا المساء من بدون حرج، والبداية عينة من آراء المواطنين. كان كيسميوه المرض خايب، دابا ولا اسمه مرض السرطان، يعني مرض عادي كبحال الامراض، جميع الامراض اللي كان كيتعرض لها الانسان في القديم، يعني من الناس القدام اللي في واحد العهد ما كانش التوعيه، ما كانش هذا، كانوا كيخافوا منه. ولكن دابا الحمد لله كاينه التوعيه بالله، بحال دوك الامراض، يعني كانوا الناس بكري ماتوا به وما عرفوش، ما عرفوش اشنا هو بالله، راه سرطان كاين اللي جا بحال السخانه بحال كذا، شدوا له جاع مات، قالوا مات، ولكن ما عرفوش شنا هو هذا المرض. خلاني اكثر من الامراض الاخرى. بالنسبه لمرض السكري هو اكثر خطوره من هذه الامراض الاخرى، لانه صعب العلاج ديالو ويكلف في العلاج ديالو ثمن باهظ في العلاج ديالو. المرض ديال السرطان ما كيخلاش، علاش ما كيخلاش؟ حيت هو قدر من عند الله، الى الله طول العمر راه كيتشافى وكيجي العلاج، شي حاجه من عند الله هكا، الى الله ويقى ديال العمر كيكون هذاك المرض هو السبب، وما هي موت وحده كاينه. عندي واحد خويا مسكين هذاك المرض يقتلو، مات مسكين، جالي في الجنب هنا، ايوا مسكين كيجي كيدوز، قال لي الطبيب اجي 3 شهور، اجي ما جاش، ما دوز مسكين. دابا الانسان ما بقاش يخاف، لان الحمد لله ولاو الادويه، سواء الادويه ديال سميتو الصيدلانيه، ولا الادويه يعني الاعشاب والعسل، العسل الحار والحب السوداء، يعني كاين الحمد لله نتائج يعني اللي ولات يعني كتبهر الانسان. دابا ملي كتكون مثلا شي ناخذ شي معينه كتقولها مثلا كي مريضه بالسرطان يعني كتخاف، بالعكس خصنا ناخذ بيديها ونعمو بان هذا المرض عادي وعنده العلاج ديالو، واخا ان التكلفه كتكون كبيره، بالعكس خصنا نعاونوها ونساندوها نفسانيا باش تعالج نفسها بنفسها. الا ما تعاملناش معها بديك الطريقه كيزيد المرض يتفاقم وكتولي الامر مستفحل. وصلت موقعا أوفياء بدون حرج عدد هذا المساء، وكما أسلفت نخصصه للسرطان تزامنا مع اليوم العالمي لهذا الداء في 4 فبراير من كل عام. لرفع الحرج عن الموضوع أرحب بضيوفي في الاستوديو، وأبدأ بالبروفيسور حسن ريحاني، أستاذ الأنكولوجيا، رئيس مصلحة الأنكولوجيا بالمعهد الوطني للأنكولوجيا. مساء الخير. مساء الخير. أرحب كذلك بالدكتورة لطيفة بالكحل، رئيسة مصلحة الوقاية وعلاج السرطان بوزارة الصحة. مساء الخير. مساء الخير. على يساري يسعدني أن أستضيف الدكتور عبد الكريم المقدم، المحلل النفسي والمعالج السلوكي. مساء الخير. مساء الخير. وترحيب موصول بالدكتور فؤاد بالمير، الباحث في علم الاجتماع. مساء الخير. مساء الخير. دكتور، كما جرت العادة نعلق في البداية على أبرز ما جاء في الشهادات. من العينات ديال الشهادات اللي تقدمت بينات بوضوح على انه بالفعل هو مرض اللي خطير في التمثل وفي الثقافه الجمعيه ديال المغاربه، اكيد على انه مرض خطير. طبيعه الحال غياب المعلومه العلميه الدقيقه على عاديه، خصنا نوضع له واحد الصوره معينه في المغرب كذلك المجتمعات اللي غايبه فيها المعلومه الطبيه بواحد الشكل اللي واسع، طبيعه الحال تنعطيه تسميات اللي متعدده. لكن تلاحظ من خلال العينه ديال الشهادات على انه كاين تقدم في الفهم ديال هذا المرض. انتقلنا من العدو، من المرض ديال الدود، انتقلنا من هذاك اللي ما تيتسماش
واليوم ولينا تنعطيه واحد التسميه. اذا كاين هنالك تقدم اكيد على اننا في حاجه كبيره الى شيوع المعلومه الطبيه الدقيقه حتى نتمكن من التعامل مع هذا المرض كسائر الامراض الاخرى. فقط بطبيعه الحال هو خطير، ولكن غيبينوا لنا الدكاتره اللي عندهم المعلومه العلميه والطبيه الدقيقه على انه الى تم الاكتشاف ديالو في وقت مبكر ما غاديش نعيشوا هذا التهويل اللي بقى تتعرفوا مع كامل الاسف الثقافه الشعبيه اللي مؤسسه ماشي على مفاهيم اللي صحيحه. لان هنا الاستاذ ايمان غادي كاين واحد جوج ثقافات اللي تتجاذبوا مثل هذه الظواهر وهذه الامراض. هي الثقافه الشعبيه اللي ماشي مؤسسه على معلومات طبيه دقيقه، وكاينه بطبيعه الحال المعلومه الطبيه الدقيقه. وفي خلال النقاش غادي نبين هذه الاسئله. سطرتي على المعلومه الطبيه وغنتحول طبعا الاطباء اللي معنا، والبدايه مع البروفيسور حسن ريحاني. نعلقوا اساسا على الشهاده اللي ساوت بين الفعاليه ديال الادويه الصيدلانيه وبين العسل الحبه السوداء ربما تداوي بالاعشاب. انا عندي ملاحظه اذا سمحتي قبل من القضيه ديال تداوي بالاعشاب، هو انه الملاحظه ديالي على هذا على هاد العينه ديال المرضى هو انه انا جد فرحان لانه كنشوف بانه الوعي، لان كيهمني الوعي ديال الناس. الاكثريه ديال الناس قالوا بانه هذا المرض ولا عادي وكيتداوى، والاشكاليه اللي كتطرح ما بين التواصل ما بين الطبيب والمريض هو التواصل خصو يكون عارف. الاشكال اللي كتطرح عندها قبل سيكون المريض ما عارفش، والاكثريه كيكون واسطه، كيجيو العائله وكتجي الواسطه وهو ما عارف والو. دابا الان كنعرفوا بانه الناس واعيين بانه راه مرض ما بقاش خطير وعنده العلاج ولو علاج مكلف. هذا كله كيزيد في الوعي ديال الناس بانه راه كاين العلاج مكلف، لذلك هذا انا ايجابي بالنسبه لي. القضيه ديال التداوي بالاعشاب يمكن غادي نطرحوه لان هذا موضوع كبير وكبير جدا. حنا كناس كنعالجوا السرطان، هو الاعشاب، هي هناك اعشاب طبيه مذكوره وعندها منافع وفوائد هذه، ولكنها خصها تكون بالمحل في المحل ديالها وتكون من طرف اختصاصيين. وكما كنقول للمرضى بعض الخطرات لانه سيطرحوا عليا اسئله ديال الاعشاب، الاكثريه ديال الادويه ديال الشيميوثيرابي كونفونسيون، الادويه الكيماويه كونفونسيون كلها جات من الاعشاب، غير هو العشب راه فيه الماده المفيدة والمادة السامة والمواد اللي سامة. هذا هو الإشكالية ديال الأعشاب، لذلك الأعشاب خص الواحد يحتار. من غير الأعشاب العسل والحبة السوداء كتداوي السرطان؟ لا، هي ما كتداويش السرطان، العسل هذه غير كتكميل كعلاج تكميلي. يمكن نقول بانه العسل ما كاين حتى مشكل، العسل الحر مثلا ولا الحبه السوداء هادو كلهم حاجات مزيانه، ولكنها ما عندهم علاقه، ماشي هي اللي غادي تعالج السرطان. هذا هو الاشكال. السرطان خاصو طبيب، السرطان خاصو طبيب، لان كل شيء العلاجات والتشخيص مضبوط على دراسات علميه ومضبوط على دي ستاندار دوليين. دونك ما يمكنناش ندير التقدم اللي عرف السرطان راه ما عرفوش شيء بعد عرفوا بالعلم. طبعا طبعا دكتوره، نعلقوا كذلك على ما جاء في الشهادات وهذه المساله ديال ان العلاج غالي مكلف، هذا الشيء علاش كيخلع السرطان. خصنا نقولوا اليوم بان الولوج للعلاج ممكن بالرماد، يعني الى جانب طبعا التغطيه الصحيه، بمعنى حتى هذا الجانب ديال ان العلاج مكلف والعلاج صعب راه الناس مزيان يجددوا الفهم ديالهم بهذا الاتجاه. هذا الشيء اللي كاين. انا غنضيف الصوت ديالي لصوت الاخوه، لان النكهه اللي جات في هذا الروبورتاج انه نكهه بينات ان الناس ما بقاوش كيخافوا بزاف من هذا المرض، وكيقدوا يسميه ويقدوا يهضروا عليه، والا جا الشخص بنفسه ولا جا لواحد من عائلته. هذا كيبين لنا اننا قطعنا اشواط كبيره في الوعي ديال الساكنه. غير هو مازال عندنا مجهودات كبيره خاصنا نديروها في التوعيه، في المعلومه الطبيه صحيحه اللي خاصها توصل للمواطن وتوصل للمرضى وذويهم، توصل للعائلات بالنسبه للمرض في حد ذاته، وبالنسبه لمراكز العلاج والولوج للعلاج. من جهه العلاج يمكن ما عرفت واش غنطرقوا له من بعد ولا لا، دابا حاليا المراكز ديال العلاج بصفه عامه شملات عمات بزاف ديال المناطق. جهه واحده اخرى بالنسبه لكلفه العلاج، ايفيكتيمون كل العلاج مكلف، لا بالنسبه للطب العلاج الكيميائي ولا بالنسبه للعلاج بالاشعه، ولكن بفضل اولا التغطيه الصحيه الاجباريه اللي كتهم تقريبا 30% من الساكنه، والصحة والرميد اللي جا كيهم حتى هو واحد النسبة اللي توصل 8 مليون ونص ديال الفئة الفقيرة والفئة الهشة.
اللي وبهذا كنكملوا واحد 62% ديال ديال التغطيه الصحيه. وهاد الناس اللي كيستافدوا من الرميد راه عندهم العلاج فابور في المراكز الصحيه اللي تابعه لوزاره الصحه. غنرجعوا للرميد طبعا، غنرجعوا في الكلفه ديال العلاج وفي هذه المساله الرميد. نبقاو في الشهادات، عندنا الثنائيه ديال كيخلعني ما كيخلعنيش، يعني هذا المرض بحكم تخصصك دكتور كيولد الاحساس بالخوف، والخوف من المرض راه عقبه في طريق العلاج. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا. بالنسبه للشهادات هي تبين اولا فعلا كما قال الاخوان تبين ان هناك وعي، لكن في نفس الوقت هناك تخوف، لان الكل يتحدث عن السرطان كموت نهايه محتومه، لا قضاء ولا قدر الا الموت. ثانيا هناك تقسيم، ليس تقسيم طبي، هناك تقسيم ثقافي. ما دام هناك الحبه السوداء والعسل، ليس هناك الحبه السوداء في دول اخرى. يعني وكان المواطن في حد ذاته اصبح طبيبا يعالج المرض بطريقته الخاصه، وكانه يا اما ان كلفه العلاج غاليه، هذا ممكن الاخوان كما قالوا، يا اما انهم لا يصدقون هذا العلاج ويلجؤون الى علاج افضل فيه البركه، فيه القدسيه، فيه غير ذلك. فبالتالي هذا يزيد التعقيد الاخوه الاطباء في العلاج، يعني ان ربما الشخص قد يقطع اشواط وهو يعاني من السرطان، يجي في اخر مرحله وينقطع ويلجأ ويمشي عند الطب، وفي الاخير يقول الطب لم يفعل شيء، هو غير صحيح. فبالتالي هذا التدخل لا معقلا او لا علمي هو الذي يجعل هذا المرض له خطوره ثقافيه كما ان له خطوره عضويه كما بين الاخوان. فبالتالي الخوف هنا موجود، ومن خاف من شيء هرب منه، فبدل ان يعالج ويواجه فبدل ان يعالج ويواجه هو يهرب بطريقه يقول بانها علاجيه لكنها طريقه مرضيه، فبالتالي يؤدي الموت. هذا ما يجعل هذا المرض في حد ذاته لا زال يخيف، وان كانت هناك كان هناك تقدم وتحسن في استيعاب وفهم هذا المرض. استيعاب وفهم هذا المرض، هذا واحد من اهداف هذه الحصه. وغنبدا يعني بالتفصيل في الجانب الطبي. السرطان يعني هذا المرض عنده واحد الخصوصيه، يضرب جميع اعضاء الجسم بس بدون استثناء، يضرب حتى الجلد، يضرب الدم. يعني قربنا اكثر بشكل مبسط العموم طبعا الناس من السرطان. هو دابا كما قلتي السرطان عنده خاصيه من الخاصيات ديالو الكبيره، هو انه يشمل جميع الاعضاء. كاين اعضاء فعلا اللي كيتمسوا اكثر من الاعضاء الاخرين، مثلا سرطان الثدي عبر جميع السجلات وعبر النتائج ديال السجلات العالميه، سرطان الثدي هو الاول في اوروبا، في امريكا، وحتى في المغرب العربي وفي المنطقه العربيه. كما قلت بانه كاين اعضاء اللي كيتمسوا اكثر من الاعضاء الاخرين، دونك هذه وحده. باش نعرفوا باش نبسطوا شنو هو السرطان، ملي كيجي السرطان، لان هذا سؤال، علاش المريض كيقول لك علاش انا قاصني السرطان، انا ما كندير والو هذه وعايش في بيئه ديال بيئه بحال الاخرين، علاش انا؟ هي الاشكاليه السرطان كيبدا، نبسط، لانه كيبدا من خليه عاديه، وهذه الخليه العاديه كتولي خليه سرطانيه نظرا لاسباب متعدده. من الاسباب هو انه الخليه باش كتولي سرطانيه كاين اسباب ذاتيه ديال الجينات، لان كنا مختلفين لا في العينين ولا واخا عندنا وجه واحد وعندنا مثلا جسد واحد، مختلفين لا في العينين لا في البيئه ديالنا، لا في الكومبورتمون ديالنا، لا في السلوك ديالنا. لذلك حتى من ناحيه الجينات هناك جينات اللي انزيمات اللي قلال، انزيمات اللي كثار، وكاين اسباب ذاتيه جينيه. وهاد الاسباب الذاتيه الجينيه كاين هناك اسباب خارجيه ديال السلوك، مثلا التدخين كسبب، الاكل كسبب، عدم الرياضه كسبب، فيروسات، كاين واحد اللي كيوجد. لذلك هذيك الخليه باش كتولي سرطانيه كتولي خبيثه، ماشي كما قلنا قبيله مسطيه، مي هي كتولي خبيثه. هاد الصوره ديال مسطيه، يعني انا في بعض التفسيرات كيقول لك بان الخلايا تجن وكتبدا كتكاثر بواحد الشكل كانها خلايا مجنونه. تماما. واش هادشي اللي كيوقع؟ يعني باش كدوز من الخليه العاديه للخليه الخبيثه، هاد الخليه الخبيثه ما كيبقاش عندها الضوابط ديال التوازن، لان هناك ضوابط ديال المراقبه في الجسد. ملي كتكون الخليه كدوز لديك الخبط كتموت، اما كتموت ولا كاينه المناعه اللي كتقضي عليها. ملي هاد الضوابط ما كيرجعوش، داك الشيء علاش كتولي الخليه. وهو السرطان كيبدا من خليه وحده، ما كيبداش من عشينه في الخليه. الاصل ديالو خليه وحده اللي كتهرب من هاد الضوابط ديال المراقبه الذاتيه، نظرا كما قلت لك لعوامل ذاتيه وعوامل خارجيه، وكتولي كتكاثر. والخاصيه كذلك الفراميل، الفرانات ما عندهاش، ما كتبقاش تحبس، كتبقى تكاثر من خليه لجوج، جوج 4 16، حتى كيولي عندنا 1 غرام
دو ورم مثلا ورم صغير ورم. هو هذيك هي الوقت اللي كنقدروا نكتشفوا فيه تنقولوا عندنا السرطان. وهو راه تقريبا الى جينا نشوفوا من البدايه ديالو بدا مدقبل من ناحيه ديال الخلايا. هذا هو إذا بغيتي نعرفوا علاش منين كيجي السرطان. هذا هو طيب تكلمتي على الاسباب الذاتيه وهذه ربما كل واحد فينا ما كيملكهاش، يعني في مقابل الاسباب الموضوعيه كنتحكموا فيها دكتوره، يعني الاسباب الموضوعيه اللي هي اولا الخارجيه كما سميناها اللي هي نمط الحياه اللي هي التدخين اللي هي كذلك عدم يعني القيام بانشطه بدنيه. نفصلوا اكثر في هذه النقطه الا سمحتي. هي كيف قال الاستاذ اسباب السرطان متعدده. اولا كاين سبب الاول هو السن، لان السرطان كيتسجل في صفوف المشيق الكبار السن اكثر من الصغار. كاين سبب جيني، ذكروا الاستاذ كاين بعض السرطانات سببهم جيني اللي كيدعم اكثر باش ولا كيفافوريز اكثر التكوين ديال هذا السرطان. كاين اسباب هرمونيه بالنسبه بحال سن البلوغ المتقدم، سن الياس المتاخر، الولاده المتاخره، الولاده ولكن حتى الرضاعه خاصها تكون في ديك الولاده تفوت واحد 6 شهور. داكشي علاش حتى في الدين ديالنا راه كننصحوا باش تكون الرضاعه طبيعيه مده عامين. كاين اسباب سلوكيه منها تعاطي التدخين، منها تعاطي الكحول، منها بعض الدهنيات، منها السكر، الملحه، كاين اسباب الرياضه، يعني كلهم اللي ما كتكونش، كل شيء هادشي اسباب كيعرض للسمنه وكيعرض لواحد كيسبب كيكون مسبب لانشاء هاد الحالات ديال السرطان. وكاين اسباب واحده اخرى هي اللي بيئيه اللي بحال لي برودوي شيميك، المواد الكيماويه اللي كيقيسها الواحد ولا كيكون خدام فيها ولا كيتاثر بها في المحيط ديالو اينما كان ذاك المحيط. هاد العوارض كلها ملي كيتواجد الشخص فيها ولا كتكون عنده اما داخليه اما خارجيه كتعطي ان السرطان كيبان عند الانسان اكثر من واحد اخر، لان فيه وكل واحد من هاد العوارض عنده نسبه ملي كتجمع اللي كيبان عندنا. يعني حنا هنا ماشي امام السبب الواحد، حنا امام تضافر اسباب متعدده العوامل غير متحدد. هو الجينات الناس تتفهمها الوراثه، يعني الا بان عندي المرض الا بان عندي في العائله نقدر نتصاب به انا او باقي الافراد. هذه رساله خصنا نقولوها، لانه جينيه يقدر يفهمها الواحد بانها وراثيه، الجينيه لا علاقه بالوراثه. نقدر نقول بانه يلا 5% ديال مرضى السرطان هما اللي وراثيين، فهمتيني؟ دونك و 95% هو سرطان لا علاقه له بالوراثه، غير هو جينيات الجينات هما اللي كيكون فيهم خلل، وهذاك الخلل كيبقى تكون نظرا كما قلنا العوامل كلها، وهذاك الخلل هذه حتى كتولي الخليه كتخرج عن نطاق المراقبه وكتولي سرطانيه. وكاين كما قلت 5% ديال الوراثه، لانه الجين ذاك الجين تيورثو بنادم من الاب ولا من الام وتيقدر يولي عنده سرطان. ربما الرساله ديال اليوم هي ان كل واحد فينا معرض للاصابه، ولكن باش نبعدوا من الاصابه، يعني باش نبعدوا من خطر او من احتمال الاصابه بالسرطان، نبعدوا على السلوكات اللي ممكن طبعا تخلينا على الاقل نبعدوا على الامور اللي كنتحكموا فيها كنمط العيش، الاكل، الرياضه، التدخين، مسائل بحال هكا كنتحكموا فيها على الاقل نقادوها باش داكشي اللي كنتحكموا فيه نديروه نضبطوه بحال نديروا حزام السلامه ونمشيو بالسرعه تماما اللي خصنا نمشيو بها باش نتفاداو الحادثه ولو انها كتقدر توقع. يعني هذه هي الصوره. طبعا الجانب الطبي كان ضروري نبداو به، غنواصلوا نقاشنا لكن بعد الإصغاء لشهادة دنيا وبدر اللذان اشتركا في قدر الإصابة بالمرض واختلف تدبيرهما لهذه المحنة الصحية المكلفة ماديا ومعنويا. سنتوقف كذلك من خلال الروبورتاج عند تطور التكفل العلاجي بالمرض مع بعض المؤاخذات قبل أن نخلص إلى أهمية التشخيص المبكر في الرفع من احتمالات الشفاء من جميع أنواع السرطان. روبورتاج كوثر حمومي، الصورة لياسين حمدون. على دنيا ضاقت الدنيا بما رحبت، لا يكاد يمر يوم دون أن تبث البحر شكاوى اعتلال صحة الجسد، ضيق ذات اليد وجحود أقرب الأقربين.
قبل أزيد من سنة تأكدت إصابة هذه السيدة الأربعينية بسرطان عنق الرحم، حدث قلب حياتها رأسا على عقب. كانوا كيقولوا لي عندك غير التهاب في الوالدة، صافي بقيت على التهاب في الوالدة، كنداوي نفس الديكور باقا بحال هكاك. مشيت كندوز قالوا لي عندك فيها هذاك المرض. انا شاكه في واحد الكريمه كان كيديرها الراجل عندي كيدهن بها، ملي كيقيسني في الرحم ديالي العافيه كتشعل فيا، هي غير حكيك كياخذ من عند شي عشاب هنايا فيك، هي كيدهن العافيه كتشعل فيا. عييت ما نقولها له، كيقول لي لا هذه باش كتخلي الراجل ديما راجل. بصبر واحتساب تقبلت دنيا مرضها، لكن وعوض دعم زوجته في محنتها الصحية باشر الزوج إجراءات الطلاق في التو حتى يقترن بأخرى. نهار اللي عرف هادي راه جاب مرة أخرى معاه، تعرف مع وحدة أخرى ردها، هو مابقاش كيسول فيا حتى سؤال. 16 عام راه ماشي عام ولا عامين ولا 16 عام اللي ضربت معاه من عمري. لم تباشر هذه السيدة بعد رحلة العلاج، بقيت تنتظر حكم الطلاق حتى تستصدر بطاقة الرمد، سبيلها الوحيد والأوحد من أجل الولوج المجاني للاستشفاء. وخا عرفت راسي بأن عندي هذا المرض ما قدرتش نمشي، علاش؟ حيت ما عنديش باش غنداو. منين مشيت وسولت خاصني الرميد، ما الا ما عندكش الرميد ما تقدريش تتبعي تماي، خاصك تخلصي كلشي حتى من التحاليل ديريهم على برا، داك الكشف على برا، الراديوات على برا، السكانير على برا، ما انا ماشي في الامكانيات ديالي تيخرج ليا الرميد ونديرهم. كي صبحتي؟ ولنظام المساعدة الطبية رميد يدين بدر بالولوج للعلاج على سرير الاستشفاء بالمستشفى الوطني للأنكولوجيا بالرباط يرقد هذا الشاب، وإلى جانبه زوجته ترعاه وتدعمه نفسيا بحسن الاستقبال وجودة التكفل العلاجي. يقول الزوجان لولا أن الاضطرار لاقتناء بعض الأدوية باهظة الثمن من حين لآخر يرهق كاهل الأسرة. ما كان الحمد لله حتى شي حاجة، شي حاجز بيننا وبين لوبيتال، دغيا جا دغيا كشف دغيا نعس، مهم كان زعما شي صعوبات. المشكل اللي كان هو ديال الدواء ما كناش كنلقاوه، وكيكون مقطوع هنا في لوبيتال وحتى على برا ما كناش كنلقاوه حتى في الصيدليات. بعض المرات ما كيكونش الدواء متوفر في لوبيتال وخاصك تشريه، كيتطلب فلوس بزاف. مثلا واحد الحصة كنت خديتها ب 168 ريال، تقريبا شي ثلاثة ديال الحصص تناخذهم، عاد وجد الدواء في السبيطار وعاد ولاو تناخذوه. دنيا وبدر حالتان من بين أزيد من 30 ألف حالة جديدة للإصابة بالسرطان تسجل سنويا في المغرب، مرض يضرب مجموع أعضاء الجسم وفي مقدمتها الثدي وعنق الرحم عند النساء مقابل البروستات والرئة في أوساط الرجال. وبخلاف التمثل الاجتماعي للمرض، فإن تقدم الطب وتطور التكفل العلاجي بالمرضى مكن من تطويق عدد وفيات الداء على نحو لافت، وبات الشفاء متاحا شريطة التشخيص المبكر للمرض. بصفة عامة جميع السرطانات هي قابلة للعلاج، إلا أنه كل ما كان اكتشاف مبكر للمرض كتكون حظوظ العلاج كبيرة، بحيث ان بلي كيكون المرض في واحد المرحله متقدمه المرض كينتشر في الاعضاء اخرى وكتكون نسبه العلاج قليله. قبل نحو 4 سنوات اطلق المخطط الوطني للوقايه ومراقبه السرطان بشراكه بين وزاره الصحه ومؤسسه لالا سلمى للوقايه وعلاج السرطان، مخطط تمنت وما تزال عدد من إحقاقاته دون أن يخلو هذا التثمين من تسجيل بعض الانتقادات. وما زال مجموعة ديال المواطنين كيلقاو صعوبات، كيف لمريض وهذه وقعات لواحد إطار في الدرك الملكي وهو في الرباط وهو من خنيفرة الوالدة ديالو مريضة، فالوقت اللي كان من الممكن أن تنقل عنده للرباط وتسكن عنده في المنزل ديالو وتعالج في المعدة الأنكولوجية اضطر تمشي للفاس
لان الاخوان ديال مكنسه فيلات اليوم في المولوج الجرافي كيمشيو لفاس، وبالتالي انه هاد الصعوبه ديال الولوج ديال المراكز من خلال الولوج الجغرافي خلق مشاكل كبيره للمرضى. ولان المعركه لابد ان تدار بسلاحين، فقد وازت جهود تامين وتجويد التكفل العلاجي لجميع مرضى السرطان، وازتها تدابير هامه على مستوى الوقايه منه. اثمرت القطع مع عدد من التمثلات الخاطئه حول المرض، ومكنت من الكشف عنه في اولى المراحل. وبدل توصيف المرض القاتل، بات السرطان في المغرب مرضا قابلا للشفاء وبنسب قياسية. دكتور فؤاد بلمير، نعلق على ما جاء في هذا البورتري، علما أننا لم نتعمد اليوم تكريس صورة الرجل المتخلي عن زوجته في محنة المرض مقابلة المرأة التي هي إلى جانب زوجها على سرير الاستشفاء. الواقع لا يرتفع، هذه الحالة ديال دنيا وبدر أعطتنا هذا. على أي سأحاول أن أؤسس التصور من ناحية السوسيولوجية على معطيات دقيقة علمية وطبية أتبعها الدكتوران مشكوران، على أنه هذا المرض هذا الديمقراطية ديالو بطبيعة الحال قد تفوق الديمقراطية الممارسة في المجال السياسي، إذا لا تستثني أحد، إذا توفرت واحد المجموعة ديال العناصر والضفرات قد تؤدي إلى هذا المرض. إذا هذا المرض رغم على أنه الشهادات أثبتت على أنه كاين واحد النوع ديال التطور في التعامل مع هذا المرض، لكن كان علينا أن ندقق على أنه عندما يتعلق الأمر بالغير المصاب، لأنه في التصور ديالنا عندما نتحدث عن السرطان كأنه لا يأتي إلا إلى الآخر، ونحن في بمنأى عن مرض السرطان، في حين على أننا كلنا معرضون لهذا المرض. وبالتالي هنا تحضر المسألة الثقافية بقوة، ويحضر كذلك المحيط الاجتماعي والمستوى الثقافي والتضامن ديال الأسرة وديال الأصدقاء للتخفيف ولمساعدة المصاب من مجابهة هذا المرض. لليوم كاين الأدوية والأطباء غادي يبينوا على أن الإمكانية ديال العلاج إلى آخره موجودة. إذا واللي تظهر بكل موضوعية أنه بالفعل المجتمع ديالنا، تنعتقد المجتمع العربي الإسلامي اللي عنده هذه الثقافة، عندما يصاب شخص مثلا بهذا المرض أو بمرض اللي تيكون بهذا الحجم هذا، فبطبيعي إذا ما هو أصاب المرأة فالرجل معروف بأنانيته، وليسمح لي الذكور الذي أنا أنتمي إليهم على أنه يتخلى بسهولة عن المرأة، في حين على أن المرأة أثبتت التجارب التاريخية على أنها هي الحاضرة وهي التي تحضر من البداية إلى النهاية ومهما كلف الثمن. هذه مسألة قد يتدخل فيها كذلك علم النفس ليشرح هذه المسألة هذه. وتنعتقد على أنه اللي بغيت نركز عليه، وهنا غنطلق من واحد التجربه اللي سمحت لي الاستاذه ايمان ديال واحد الصديق ديالنا في مدينه المحمديه، اللي اعطى واحد المثال ضاف الصوت ديالو لواحد المجموعه ديال الاصوات اللي تعاملت مع المرض على اساس هذا مرض اصاب الجسد ديالي، وكنشبهه بواحد التشبيه اللي جميل جدا، على انه عندما تلقى الخبر، طبيعه الحال الخبر ما غاديش نمكنوا نكذبوا على المغاربه، الخبر هو صاعقه، لانه في الذهن ديالنا المرض ديال السرطان هو تسبقه دائما في المخيل ديالنا انه قبل ما يجي السرطان تسبقه رائحه الموت، نشتم رائحه الموت، إذا المصير والمآل هو الموت. شبهه بواحد المباراة ديال الملاكمة، وعجبني أنا هذا التشبيه هذا، قال هذه المباراة ديال الملاكمة ما يمكنش يكون فيها التعادل، علي أن أصرعه. وبطبيعة الحال بالمساندة ديال الأسرة ديالو أباح على أنه أصيب بهذا المرض، وبسطه في المواقع الاجتماعية، تحدث عن الطريق ديال العلاج الكيميائي، تحدث على المراحل التي جميع قطعها، تواصل مع الطبيب، الزيارة ديال الأصدقاء أكسبته واحد وكبيرة اللي هو الرأسمال الرمزي. وبالتالي اليوم حسب آخر التقارير ديال الدكاترة ديالو على أنه واحد النسبة هائلة خرج من المرض. إذا هذا تنضاف الأصوات، كاين أصوات دولية، كتب، وأنا في النقاش ديالي مع الأطباء حذرتني بالفعل، ولكن بعض الكتب طبيعة الحالية للترويج إلى آخره، ولكن كاين كتب صادرة عن الناس اللي عانوا من هذا المرض، تجارب وتبقى تلعب فيها المحيط الاجتماعي والمحيط الثقافي. وعجبني هو في الكتاب ديالو، هو اللي بصدد النشر ديالو والإتمام ديالو، قال على واحد القولة ديال أحد مؤسسي السوسيولوجيا في المغرب اللي هو الراحل محمد قسوس، على أنه العدو ديال الشيخوخه هي الاميه، ملي تتكون الاميه تندوز واحد الشيخوخه تكون شويه صعبه جدا، كذلك عندما تتكون غياب المعلومه العلميه الدقيقه والمؤازره الاجتماعيه والحضور ديال البيئه، فاكيد على انها تخفف من الالام ديال هذا المرض وقد تدفعه الى العلاج منه. غنوصل من هذه الفكره وغنرجع لهذا التغير في المواقع عندما يكون الذكر هو المريض
وهاد حال الالتئام حول الزوج وحول الأب طرف البنات ديالهم طرف كذلك الأم ديالو أو حول الجد في مقابل هاد الحال ديال التخلي، يعني واش هي فعلا عندها هاد التفسير النفسي أو لا تفسيرها ثقافي اجتماعي مرتبط بصورة الجنسين صورة المرأة وصورة الرجل؟ هو في الحقيقة هو تمثل فردي ليس ثقافي، وكل فرد يمثل نفسه، الثقافة لا تمثل الكل، فما هو صح عندنا خطأ عند الآخر. لكن صحيح كما قيل حتى في الناحية البلاغية قلب المرأة أوسع من الصحراء، هذا قيل قديما في باب البلاغة، وحتى أن عندما نرى أن بعض المعطيات نجد أن الأم هي التي تسهر مع الأطفال ليس الأب، والأم مدرسة إذا عدتها عدتها شعبا طيبا عراقي. للأسف ما يقع للمرأة هنا في الثقافة المغربية أقول هناك ظلم مزدوج، ظلم المرض كمرض نتحدث عن السرطان، وظلم التخلي عنها المرأة، وظلم ذوي الأقارب أكثر أشد واقعا على المرأة من واقع الحسين المهندي. يعني عندما نجد هذه الزوجة المسكينة يتخلى عنها بعد 16 سنة من الزواج فهذا أفضع من 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 السرطان نفسه. ثانيا هناك مشكل آخر تعاني المرأة، هو أن عندما تصاب في أعضاء جد حساسة تمثل الأنوثة، فتصبح هذه المرأة لا أنثى، يعني ليست بذكر وليست بأنثى. بدليل التخلي، يعني هذا التخلي كان فور تأكد الإصابة بالمرض، كاين بديل المرأة البديلة، مرأة بديلة، وكأن هذه المرأة من أجل الجنس ليس من أجل الحياة، علما أن المرأة هي الحياة لتسكن إليها ليس للجنس معها. فالأسف هذا نعم ضروري هذه المسألة، لأن تكلمت على هذا الجانب، وكاين فيه حتى معطى طبي وغنرجع لك دكتور. عندها تفسير دنيا الإصابة بالمرض تقول بأن الزوج ديالها كان يستعمل مرهما معينا أو لا مرهما عشبيا، واش هذا سبب من الأسباب اللي تقدر تعطينا سرطان عنق الرحم؟ باب الإنصاف ونوضحوا لهذه السيدة هذا الجانب. من غير عندي واحد كومونتير تعليق على ما قيل، أنا معاهم في هذه القضية، لأن هناك دراسة قمنا بها حنايا وتنشرات بأنه المرأة أقرب إلى الرجل من اللي كيكون مريض، ولكن خصنا عاوتاني انا حسب التجربه ديالي صافي 26 عام وحنا في 27 عام خصنا نردوا الاعتبار للراجل. حنا هناك رجال تبارك الله عليهم تيبقاو مع عيالاتهم حتى الاخر لحظه، وهناك نساء ولهما قليلات كما قيل انا معاهم في النسبه، راه حتى هما تيتخلاو على الراجل. دونك هذا غادي نرجعوا لهذه القضيه هذه غير باش نرد الاعتبار، لانه باش ما نعموش احنا مع اليوم كنحييو كل النساء طبعا اللي وقفوا مع الرجال ديالهم ولا مع الاباء ولا مع الاطفال ديالهم في هذه المحنه، وكل الرجال تمام. تحيه مضاعفه للرجال باش نحفزوا ربما نحفزوهم اكثر. القضيه ديال سرطان عنق الرحم، فعلا سرطان عنق الرحم في المغرب هو ثاني سرطان بعد سرطان الثدي، والإشكالية ديال سرطان عنق الرحم معروف هو التهاب مزمن نظرا للفيروس، ولا حيدنا هذا الفيروس HPV كيقولوا له، هو هذا الفيروس الا حيدنا تقريبا 80 اكثر من 80% ديال سرطان عنق الرحم ما غاديش يبقاو. ومن بين يعني لحقناه في المرحله الفيروسيه قبل ما يولي سرطان، حيت كاين النساء اللي كيحاربوا الفيروس بالمناعه ديالهم، وكاين النساء اللي المناعه ما كتقضيش عليها. الاكثريه ديال الفيروس كيمشي بالمناعه، مي كاين النساء كما قلت لك كاين هناك هداتيه كترجع، كاين النساء اللي المناعه ما كتقدرش تحارب الفيروس والفيروس كيبقى وتيطور ديك الانفلاماسيون كرونيك ديك الالتهاب المزمن حتى كيولي سرطان. هو لا علاقه له زعما بهذاك الكريم او الكريم وهذاك التفسير ديال المريضة. غنبقاو في الحالة ديال دنيا، يعني هذا الجانب ديال يعني القصة ديالها فيها أسئلة حارقة. هاد السيدة كانت مع الزوج ديالها داخل علاقة زوجية، كانت عندها التغطية الصحية، كان ضروري تنتظر يعني الحصول على الطلاق باش عاد تقدر تستفد من نظام المساعدة الطبية، وضيعت عام من الولوج للعلاج يمكن يكلفها الحياة. دكتورة هنا ما كنتكلموش مع وزارة الصحة، ولكن كنتكلموا مع هذا النوع من المشاكل. يعني نوع المرض في الحقيقة ما خاصوش يتسنى، النهار كيتم الكشف عنه خاصو يتعالج. الا ما عندنا مشاكل حنا في البنيه ولا في المنظومه الصحيه ولا في مساله ديال التغطيه الصحيه، هذه مساله واحده اخرى. المرض ما كينتظرش. دابا الوسائل بحال هكا اللي كتعرقل كتزيد وهي عارفه انها دابا كتستاهل وكتستحق الرميد، مي دابا اداريا ما يمكن ليهاش تاخذ الرميد، ما حد عندها التغطيه الصحيه الاجباريه اللي هي كانت عندها ملي كانت تابعة راجلها. حالات كيوقعوا بحال هكا، نتمنوا نلقاو لهم ربما الاستثناء. وكذلك نبغي نسطر على ان الوصل
ديال الرماد، يعني فقط انها تاخذ الريسيبيس او الوصل ديال الرماد ممكن تمشي للمراكز الاستشفاء. حاليا بالوصل ديال الرماد المريض كيمشي كياخذ العلاج ديالو في اي في كل المراكز ديال الاونكولوجيا، في انتظار البطاقه، في انتظار تخرج له البطاقه ديال الرماد الرسميه اللي بها كيتم ديك ساعات العلاج بصفه رسميه ما فيها حتى مشكل. عندنا معطيات حول الحاله الوبائيه مضبوطه، لان شفت انا في طبعا ملي كنت كنحضر لهذه الحلقه ما بين 30000 و 50000 حاله جديده في السنه، واش هذا شنو الرقم الصحيح؟ الوغ على حسب المعطيات الرسميه اللي عندنا في المغرب حاليا، وعندنا جوج سجلات، سجل السرطانات في الدار البيضاء الكبرى وسجل السرطانات في الرباط. فهاد السجل سرطانات ديال الدار البيضاء الكبرى اللي كيهم واحد 10% ديال الساكنه المغربيه كيعطينا واحد النسبه ديال تقريبا 35000 حاله جديده سنويا. وفي ضمن هاد 35000 حاله عندنا اول سرطان كيف قال الاستاذ قبيله، اول سرطان عند النساء هو سرطان الثدي اللي كيشكل واحد 36% من ضمن كل السرطانات ديال النساء. كيجي موراه سرطان عنق الرحم بواحد النسبه ديال 14%، موراه سرطان الغده الدرقيه بواحد 10% لا غلاند تيغويد، وموراه السرطان ديال القولون كولوريكتال بواحد النسبه ديال 6%. بالنسبه للرجل عندنا اول سرطان هو سرطان الرئة اللي كيجيب واحد النسبه كبيره، حتى هو كيجيب تقريبا 23% من ضمن السرطانات اللي كتهم الرجل. تابعوا سرطان البروستات ب 10.5 تقريبا في المية، موراه سرطان الكولون القولون 7.5%، موراه سرطان المثانه لافيسي تقريبا 6.6، وموراه عاد كتجي السرطانات اللمفاويه عند الرجل. طيب على ذكر المعطيات الاحصائيه، لا تكاد ربما تخلو اسره مغربيه والاسر ديالنا يعني كاملين من تجربه ديال 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 السرطان، ولا عندنا واحد الانطباع بان المرض فيه تزايد، لدرجه كنتذكر هنا واحد العباره كانت قالتها لي واحد الصديقه ونبغي نتقاسمها معكم اليوم. ما بقيناش تنسولوا المريض باش مات، ولينا تنسولوا فين جاه، على اساس انه لا سبب ديال الموت يعني اللي هو قطعي. واش هذا السبب ديالو ان هناك ارتفاع في عدد المرضى، او لا فقط لان كما جا في الشهاده بدينا تنعرفوهم باش تيموتوا؟ كاين كل شيء، هادشي كاين اننا شحال هذه ما كانوش عندنا المعطيات، دابا حاليا ولاو عندنا معطيات، معطيات رسميه ومنشوره في ببلي. ثاني حاجه عندنا حقيقة عندنا شيخوخة الهرم السكاني، وكاين قلة الوفيات بالأمراض الغير المتنقلة. هذه من ضمن الأمور اللي بينات أن الأمراض المزمنة بدات كتبان من ضمنها مرض السرطان. وكاين اللجوء الى العلاج، اللجوء الى العلاج من قبل ما كانش عندنا نفس اللجوء الى العلاج، دونك كانوا المرضى بعض المرات ما كيوصلوش كاع للعلاج، دونك ما كيتحسبوش، ما كيبانوش، ما كيتعرفش، ما كيتشخصش باش المرض ديالهم، دونك توفى ما كيقولوش بالضبط، ما كيكونوش اصلا عارفين علاش. دونك هذه اسباب كلها اللي حاليا بينات ان عدد السرطان طلع عندنا في المغرب. هو المغرب كسائر الدول الغربيه والدول ككل في ضمن الامراض المزمنه غادي في تصاعد، والاحصائيات كتبرهن على ذلك. يعني نفس التقديرات انا نقصوا الارقام باش ما نعطيوش ارقام، طبيعه الحاله هذه ارقام رسميه ديال 30 35 الف، ولكن علينا ان نعلم على انه اكثر من 50 60% ما عندهمش التغطيه الصحيه، وبالتالي قد لا يلجون الى المراكز ديال العلاج ديال الامراض السرطانيه، وبالتالي هما غير محسوبين في هذا الرقم هذا. اذا الرقم تيبقى قابل جدا للارتفاع، ولنا عوده للاسباب التي قد تزيد من ارتفاعه، واللي شخصيا رغم على انني بعيد عن الميدان قد اعيدها بدرجه كبيره جدا الى التحول في السلوكيات ديال المجتمع المغربي، خاصه النظام الغذائي وكذلك مجتمع الاستهلاك ما يروجه من مسائل قد تتضافر كما جاء في الكلام ديالكم العلمي على اساسه قد تخلق هذا المرض. اذا الرقم تناخذوه بواحد النوع ديال النسبيه. غير واحد لا نصحح غير واحد المعلومه قالها الاستاذ، جوج حوايج. اولا التغطيه الصحيه بالاجباريه مع الرميد كتهم تقريبا 62% من الساكنه،
ثاني حاجه هاد السجلات ديال السرطان ما تتهمش غير الناس اللي كيوصلوا لمراكز العلاج، ماشي دي روجيستر اوسبيتالي ديال المستشفيات. هادو التقديرات هادو ديال عدد الحالات المصابه عند الناس في واحد المنطقه جغرافيه محدده. شحال النسبه اللي تتوصل منهم دكتور؟ عندك اضافه؟ هذا النقاش مهم، ولكنه القضيه اللي قال الاستاذ انا معاه، ولكن دابا هذا النقاش هذا ما نظنش بانه علمي 100%، لانه قبل هذه النقاشات كانوا عندنا قبل من السجلات. انا كنظن بانه اكبر تطور في المغرب هو عندنا سجل، لان قبل ما كانوش عندنا سجلات. وفي عدد الامراض باقي ما عندناش سجلات وبائيه، يعني ما باقي ما عندناش في هذا المرض عندنا سجل. السجل عنده لي كريتير ديالو، عنده الضوابط ديالو العلميه. السجل علاش داب ديال الدار البيضاء؟ لانه تيهم 3 مليون ديال الناس، 10% تقريبا ديال الساكنه ديال المغرب، وحسب جميع لي باز القواعد العلميه هو انه ديك السجل ديك 10% تقدر تعممها على المغرب كامل. وهو سجل تيهم الناس ديال الدار البيضاء، بحيث انه السجل دابا بما انه سرطان، قبل كنا كنقولوا سرطان الثدي هو الاول، سرطان حسب السجلات ديال المستشفيات، هذوك السجلات هذه هو اللي عليهم مثلا الكلام واللي عليهم النقاش، ولكن دابا السجل تيبين بصفه واضحه بانه سرطان الثدي هو الاول، سرطان فهمتيني. طيب هاد 30 35 ألف شحال تيوصلوا للعلاج منها؟ إلا كانت هذه مجرد تقديرات شحال تيوصلوا؟ شحال تنشوفوا منها في العام؟ واش عندنا ضبطنا النسبة؟ تقريبا حاليا عندنا وصلنا حتى ل 25 ألف حالة كتوصل للمستشفيات العمومية، وذاك الفرق اللي كيبقى بين 25 حتى ل 35 تقريبا كان منها شوية في منها كيمشيو للقطاع الخاص وكيبقاو حالات يمكن باقي لحد الآن شي حالات تنتمنى من الله تكون قليلة اللي ما كتوصلش حتى حسب السجل. اسمحي لي، فعلا السجل بيننا الآن بأنه تقريبا تنقدروا نعالجوا 25 ألف حالة، 27 ألف من كتبقى واحد الحالات ما كتوصلش للعلاج، وهذا هو دابا التحدي والهدف. طيب الجغرافيا ديال الداء، كنا تنقولوا المناطق الشمالية أو مازال تنقولوا المناطق الشمالية هي تتسجل أعلى نسب الإصابة، في حين خرج وزير الصحة بتصريح تيقول فيه بأن بالعكس جهة الرباط والدار البيضاء هي تتسجل فيهم أكبر الحالات. واش كاين فكرة على الجغرافيا ديال الداء في إذا بغينا نبينوا الجغرافيا ديال الداء هو خصنا نديروا سجلات، ودايور هذا هو التطور دابا اللي كاين في المغرب، نديروا سجلات في المدن كامله. كاين دابا سجل في فاس وسجل في مراكش، باش سجلات جهويه باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال. من الان كاينين سجلان ديال الدار البيضاء كاكبر سجل وديال الرباط، مي باش نجاوبوا بصفه شنو هو السرطان اللي كثير في هذه الجهه بالنسبه للجهه الاخرى خاص سجلات جهويه لكل. اذا هذه الفكره ديال الجهه الشماليه هي فكره ما مستنداش المعطيات الطبيه، غنمشي في الجانب النفسي والاجتماعي. الصدمة ديال تلقي خبر تأكد الإصابة ديال الشخص أو ديال القريب ديالو، طبعا هنا كتختلف واش هو كبير في السن، واش هي المرأة داخل الأسرة، واش هو الطفل المصاب بالسرطان، ولكن جانب الصدمة بجانب يعني الصاعقة اللي سميتيها دكتور، كيفاش كتعيشها الأسرة؟ الصدمة عند الشخص وعند المحيط، عند الشخص وعند المحيط كذلك نفسيا، تفاعلات نفسية. الصدمة مرتبطة بعاملين، بثلاث عوامل، بالسن، بالدور الذي يقوم به الوظيفة داخل الأسرة، وبالمنطقة التي أصيبت بالعضو المصاب. هذه المعطيات هي التي تحدد لنا الصدمة أو الوقع. فالسن طبعا عندما يكون شاب ليس هو يكون كهل، عندما يكون أب ليس هي تكون أم، عندما يكون موظف ليس هو بيطالي. هذه المعطيات الثلاث هي التي تؤكد لنا أو تعطينا الصورة النمطية على كيف نعيش هذا 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 الواقع السلبي. فأولا هناك الشخص كيف يتعامل هو مع هذا المرض، والمحيط مرتبط بتعامل الشخص مع المرض. فلو كان الشخص يتعامل مع المرض بنوع من الإيجابية، المحيط يتفاعل مع هذه الإيجابية. لكن إذا كان الشخص متوترا أو يتعامل بشيء سلبي، المحيط يتعامل مؤثر استجابة. والعكس صحيح، يعني طبعاً والعكس صحيح، إذا تعاملت الأسرة بإيجابية قد تحفز المريض، وإذا تعاملت طبعاً بتخلي يعني قد طبعا الجانب النفسي موجود، حتى ان الاستاذ ربما هناك تخصص الان ما يسمى ببسيكو اونكولوجي، فهو موجود الان، يعني لابد من ان يكون هذا العامل النفسي موجود. طبعا الناحيه الاختصاصيه الاساتذه ادرى، لكن داخل الاسره هذا يختلف من اسره الى اسره ومن بيت الى بيت. فهناك بعض الاسر من يتقبل هذا المرض ويتعامل مع الشخص كانه شيء سوي، وهناك من يرى بان هذا المرض نوع من وصمه عار او نحس او شؤم او غير ذلك،
ذلك على ذكر وصمه العار يعني حضر طبعا الروبورتاج اللي شفناه وانا قمت شخصيا بتوظيفه وطلعت على الماده كيفاش تم تصويرها في البدايه بخلاف عدد من الامراض الناس اللي جالسين في الانكولوجيا ملي جات الكاميرا غطى وجههم عدد كبير من الناس غطى وجههم والناس اللي كيديروا العلاج الكيميائي غطوا وجههم اكثر الا سمحتيني انا على الوصمه ديال المجتمع لانه هو في الحقيقه الذي يقتله قبل من المرض هو المجتمع الثقافه ديالو ما تنتعاملوش مع المرض وما تيكونش عنده المواكبه الاجتماعيه والنفسيه انا غنطلق من واحد الفكره اللي سائده اليوم مع كامل الاسف تسود حتى عند أولئك الذين يتوفرون على واحد المستوى تعليمي عالي نحن نتبوأ في بعض الأحيان واحد المكان ماشي ديالنا ديال الإله ونبدأ نفرق في الأقدار عندما يتعلق بهذا المرض هذا اللي عنده هذا التصور اللي عند التمثل اللي عندنا مثلا في المجتمع ديالنا عندما يصيب شي احد من الاقرباء ديالنا عزيز علينا هذا ابتلاء عند الله لان هذا الانسان كان طيبا وصالحا وبالتالي افتكره الله وابتلاه عندما يتعلق الامر بالشخصين عندنا معه شي عداوه ولا هذا فها ان الله ينتقم من هذا العبد في الحياه في حين على انه كما فصل الاطباء هذه تضافر ديال واحد المجموعه ديال العوام قد تمس تمس الصالح والطالح الله لا ينتقم من عباده في الأرض إذا هذه الفكرة هذه مع كامل الأسف اسمعوها في مقاهي من عند ناس عندهم مستوى عالي عندما يتعلق الأمر بأشخاص عندهم معهم شي حزازات معينة إذا حاولنا أن نواكب اجتماعيا وثقافيا نتكلم الدكتورة تاجد حويج ولكن غابت مسألة ثقافية كذلك عندما تكون المريض عنده واحد المستوى ثقافي معين والحمد لله هذا بلد تتسد الديانة الإسلامية وفي الدين الإسلامي كاين واحد المتنفس كبير جدا ومساعد على مواجهة هذا المرض وبالتالي تكون هذه المواكبة الاجتماعية والدينية والتضامن ديال المجتمع أكيد على أن هذا المرض ومسألة أخرى أريد كذلك الحمد لله كنت في النقاش مع الأطباء وقلت لهم أنه حصل واحد التطور كبير جدا كان الطبيب صعب جدا لواحد 20 سنة يجاوبك حتى في التليفون اليوم قال معك تتواصل معك وتعطيك المعلومة ويدقق ويبسط هذا اللي ما عندناش الأستاذة إيمان كنت أقولها دائما هي لا فيولغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيونتيفيك ما عندناش التبسيط باقي ما جبرتش الترجمه الحقيقيه لكلمه فيولغاريزاسيون هي التبسيط ديال المعلومه الطبيه ملي تبداو نبسطوا المعلومه الطبيه للمشاهدين في برامج بحال هذه تتشاف بزاف فراه اكيد على اننا سنتطور في التعامل مع هذا المرض ومع ظواهر اخرى ما زالت تتعامل بواحد الشكليه اللي عندك ربما اضافه مقتضبه باش ناخذ الفاصل اضافه اللي قال الاستاذ انا اقول ان اطباء في اختصاص الانكولوجيا والسرطان قلة بالمقارنة مع الأطباء الشعبيين الذين ينفرون حتى الشخص من الذهاب إلى المستشفى فكما قال الأستاذ عندما يقول قضاء وقدر لا ينفع مشرط الطبيب أو علاج الطبيب عندما يقول بأن هناك ابتلاء هناك تيئيس من العلاج فبالتالي يصبح الطبيب في المرحلة الثانية وعندما يذهب الشخص الذي يعني أصبح منبوذا وأصبح يعني تعويم في أفكاره يذهب عند الطبيب ليقول أن حتى الطبيب يائس من علاجي فأنا سأموت فبالتالي هو يصل إلى آخر خطوة عند الطبيب وعندما يموت يحمل مسؤولية للطبيب وليس للترسبات الثقافية والمعطيات يصبح الطبيب هو آخر مرحلة ليس من أجل العلاج ولكن ليقول للآخرين أنا وصلت إلى قضاء وقدر حتى عليه تهمة عندك جملة باش ناخذ الفاصل غير تعقيب لأنه كان هضروا على الأنكولوجيا الأنكولوجيا البحث العلمي مهم فيها وحنا درنا أبحاث على هذه القضية الخاصيات السيكو أنكولوجيا والسوق الاقتصادية اللي تنشرات في راه سيروا الانترنت غادي تلقاوها تنشرات في اكبر المجلات العلميه وكان على السيد الدكتور بلمير هضر على الدين هناك خاصيات خاصيه ايجابيه للمريض المغربي الدين متمسك بالدين وكتعرفوا بان الدين الانسان اللي متدين كيعترف بالمرض ديالو كيف ما كان الحال كان هناك اما كيقبلوا كابتلاء الا كان مؤمن وكان ولا كيتقبلوا كذنب داروا وغادي يرجع لهذه هو كيقبلوا وثاني خاصيه هو العائله لقينا بانه العائله راه مهمه في المرض وكتلعب هذا الدور السيكولوجي والبسيكولوجي اللي خصو يكون الخاصيه اللي خصنا نطوروا هو هذا التواصل كما قال المعلومه خصها تكون عند المريض وكنلقاو المريض ما قاريشاي فقير ما يمكنلوش يتواصل معاك كاين ثقافه ديال العائله اللي ما خصش
المريض يعرف بانه عنده السرطان، ولذلك انا كطبيب خصني نوصل المعلومه للمريض، وخصني نفسر له شنو هو المرض ديالو، وشنو هو الاستاد ديالو، وشنو هو المضاعفات الجانبيه، وشنو هي امكانيات العلاج وحدود العلاج. هادشي كله في المشروع تماما العلاج. لانه الطبيب الا كان تواصل وكان الترانسفير ايجابي صافي القضيه حسمت. غنخصصوا ثاني اجزاء هذا العدد للحديث على التكفل الطبي، لان باش يعني نمشيو في الاتجاه ديال تعميم المعلومه الطبيه. فاصل قصير نعود بعده مشاهدينا لمتابعه النقاش وموضوع السرطان، نلتقي بعد لحظات. اهلا بكم مجددا، سأواصل النقاش مع الدكتوره بالكحل بالحديث على طبعا التكفل العلاجي في المغرب. مر بمحطات وكانت فيها تواريخ فارقه، التاريخ ديال 2005 اللي هو تاسيس طبعا مؤسسه لاله سلمى للوقايه وعلاج السرطان كانت لحظه فارقه، 2010 اللي هي المخطط الوطني للوقايه ومراقبه السرطان حتى هي لحظه فارقه. قربنا من التغير اللي وقع بين ما قبل 2005 وبين الحال اللي هو الان موجود. استاذه نعم، التاريخ ديال الانكولوجيا في المغرب عرف مراحل، ما قبل 2005 وما بعد 2005، بما فيها الانطلاقه الرسميه اللي عرفها اللي ديال المخطط الوطني للوقايه ومراقبه السرطان. 2005 الحظ اللي عند المغاربه في حاليا هي تنشات واحد المؤسسه، مؤسسه لاله سلمى للوقايه وعلاج السرطان، كترأسها الاميره الجليله لاله سلمى. ومن نهار نشات هذه المؤسسه عطات واحد الدفعه لمحاربة السرطان في المغرب، وجرات معها جميع القطاعات بما فيهم قطاع الصحة باش ننظموا العلاج، باش ننظموا الوقاية والعلاج ديال السرطان في المغرب. بدا العمل من ذاك الوقت، بدا بدراسات من 2006 وحنا في الدراسات، بدا بدراسه كتخص هاد الامور اللي شاروا لها الاخوان قبيله بالنسبه للجانب الثقافي ديال السرطان. وفي 2006 دارت اول حمله اعلاميه بالنسبه للسرطان، شنو هو السرطان، نوع السرطان، واش كيتعالج واش ما كيتعالج، واش باش يبدلوا هاد الرؤيه ديال الناس بالنسبه لهاد مرض السرطان. من تما وحنا غاديين بعدا في واحد الحملات اعلاميه كبيره سنويا مده 10 سنين دابا اللي كتقوم بها الجمعيه، كتقوم بها المؤسسه لاله سلمى. كل عام تقريبا فيها حمله توعيه بالنسبه لسرطان الثدي، واضافه على داك الشيء كيتزاد حمله تحسيسيه ديال ضد التدخين، ديال نمط العيش. اخر وحده دارت في نوفمبر 2014 كتهم سرطان الثدي. هادشي بما اللي كيخص الدراسات والحملات التحسيسيه والتوعيه. بما في ارض الواقع بداو كنا عندنا جوج المراكز للعلاج، واحد اونكولوجيا اللي خدام فيه الاستاذ الريحاني في الرباط، وواحد اخر كان في الدار البيضاء. هادو بجوج كانوا العلاج فيهم واصلين، ولكن لا الالات ولا الطاقم الطبي اللي كان فيها والشبه الطبي ولا الشكل باش كانوا خدامين ماشي هو هذاك. والمريض واخا اللي كيوصل لهاد المراكز بجوج كانوا هاد المراكز ديباسي، كان المريض كيمكن له يبقى 6 شهور عام اكثر باش يوصل له الدور ديالو، توصل له النوبه باش يتلقى العلاج اللي عنده. دابا حاليا عندنا 8 هاد المراكز جهويه، منهم هادو بجوج اللي تعاد لهم البنايات ديالهم، تعاودت لهم التجهيزات، وعندنا واحد اخر في اكادير، مركز واحد اخر في مراكش في المستشفى الجامعي، عندنا مركز في فاس، مركز في الحسيمه، مركز في وجده، مركز في مكناس. عندنا 8 ديال المراكز اللي بشكل عام فيهم الطب الاشعاعي والطب الكيماوي، وعندنا انواع واحده اخرى من المراكز اللي كتخص خصوصا سرطانات المراه، الثدي والجهاز التناسلي، سي دي بول دونكوجينيكو في الرباط وفي الدار البيضاء، ومراكز من نوع اخر اللي مخصصه في سرطان الطفل، موجوده في المستشفيات الجامعيه اللي هي كاين دابا حاليا مراكز كبيره في الرباط وفي الدار البيضاء، وكاينين دوز يونيتي في فاس وفي مراكش، ولكن مشروع بناء مركز للطفل كاين في مراكش وفي ما بغيتش كاين واحد تاسع ما سمح لي ما تقاطعنيش، واحد غادي يتحل الابواب ديالو هو هنا في مدينه طنجه ان شاء الله في هذا العام. في هذا العام في مدينه طنجه. تكلمتي على هذا الانتشار الجغرافي ديال هذه المراكز، وبغيت نرجع لواحد الملاحظه اللي جات في الروبورتاج. نعم. يعني اشتراط
ان اي واحد يجي لشي مركز ديال العلاج خصو يجي من منطقه قريبه، في حين ان يمكن كما يعني غنعاود نستعمل نفس المثال، واحد السيده يعني جاها السرطان في مدينه خنيفره، ولدها في الرباط تقدر تسكن معاه يقدر يقبلها، ضروري تمشي لفاس، وإلا مشات لفاس غتولي خاصها تكري، غتولي خاصها اللي يجلس. يعني شنو الإجابة ديالكم على هذا التقسيم والاشتراط ديال الانتماء الجغرافي؟ بالنسبة للناس هذا الانتماء الجغرافي تقسيم إداري، تقسيم إداري، وحنا مفروضين نمشيو فيه. نطبقوه ونمشيو فيه. المنظومة الصحية كتعتمد على المراكز الصحية كمستوى أول، وعندها واحد ترتيب ديال المستشفيات، كاين المستشفى الاقليمي، المستشفى الجهوي، والمستشفى الجامعي اللي هو الثوازيام نيفو في المرتبه الثالثه، وكل مرتبه ديال المستشفيات فيها واحد دي سيرفيس اللي كيتعطاو على حسب المستوى ديال العلاج. دابا الناس اللي كيكون عندهم الرميد اللي كيكونوا كيخلصوا راه عندهم شيئا ما واحد الحريه في يمشيو هنا ولا يمشيو هنا، مي بالنسبه للرميد اللي تعطات له انطلاقه في 2012 قدام الملك الحسن محمد السادس نصره الله، مشروع اجتماعي مهم معطي لواحد الفئه مهمه اللي ما كانتش كتوصل، ولكن كتوصلش نهائيا للعلاج. دابا هذا الرميد خاصو يتقنن، باش يتقنن مفروض علينا نلتزموا بهاد الجهات. حاجه اللي كاينه في الانكولوجيا ان واحد الحاجه جميله دايرها مؤسسه لاله سلمى هي دور الحياه. قدام كل مستشفى ولا كل مركز أنكولوجيا كاين دار الحياة بالنسبة للناس اللي كيتنقلوا من مدينة لمدينة باش يقدروا يكملوا العلاج ديالهم. لكن ما عندناش ديال دور الحياة، كاينين في المراكز الجهوية كلها. فاس اللي هضرتي عليه كاينة دار الحياة كبيرة وزوينة، زعما من واحد لو نيفو، واحد ستاندينغ عالي. مكناس كاينة فيه وحدة، أكادير، الرباط، الدار البيضاء فيها جوج. غنرجعوا لهاد التجربه ديال دور الحياه الجهويه، كاينه فيها الانكولوجي، كاين فيها دور الحياه. واحد الزياده على ما قالته الدكتوره، كنظن بانه انا كاختصاصي عشت قبل من 2005 بعد الوطن الانكولوجيا، هذه شهاده ماشي زعما، هذه شهاده مبنيه على حقائق، بانه سنه 2005 سنه محوريه، لا من ناحيه كاين ثلاثه الحوايج، من ناحيه ديال المراكز، حتى المعهد الوطني للانكولوجيا انسنت المراكز البدايات ايمانيزاسيون، دوك لي سيرفيس، دوك المصالح اللي كانوا ولاو في واحد المستوى اللي نقدر نقول مستوى عالي، لا من ناحيه اللوجستيه ولا من ناحيه الاستقبال ولا من ناحيه كل شيء. كاين القضيه ديال المراكز الجهويه، كانوا مركزان، دابا الاكثريه كاين خمسه ديال المراكز جامعيه وعاد مراكز جهويه، وكاين كما قالت مراكز ديال سونتر دو بروكسيميتي، واحد في الرشيديه واحد في بن وكاين لي ريسورس زومان، الموارد البشريه، لانه باش تواكب هاد المنجزات هذه خصك بنادم اللي خصك اختصاصيين. نقدر نقول لك غير مثال، قبل من 2005 كان عندنا تقريبا جوج اختصاصيين ولا اختصاصي واحد في العمومي في المستشفى العمومي، الان عندنا تقريبا 77 مختص تكونوا كلهم في المغرب. ملي كنمشيو للاشعه عندنا اكثر من 150 اختصاصي. وكاين القضيه ديال حتى هيكله البحث العلمي، مؤسسه لاله سلمى دابا الان لان البحث العلمي راه حتى هي واحد مهمه في الانكولوجيا. طيب بالنسبه تكلمتي على الموارد البشريه، عندنا مشكل ديال الممرضين، كاين هذا المشكل كيتطرح بالنسبه للعلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي؟ فعلا اطباء كاينين، ولكن الممرضين كاين الخصاص. يمكن الاستاذه تجاوب. الممرضين فعلا كان هناك خصاص بالنسبه للصحه كلها، كنظن بصفه عامه هناك خصاص في الممرضين، هذه وزاره الصحه. غير هو الممرض ديال الانكولوجيا ممرض من نوع خاص، يعني خصو يكون عنده هذا التكوين. انا كنظن بانه هناك دابا الان نقدر نقول لك بان كنا كنخدموا مع اربعه ولا خمسه د الممرضين. انا عندي في المصلحه مثلا عندي اكثر من 36 ممرض، كنا كاين هناك تحسن، كنظن بان هناك خصاص، ما وصلناش للكمال، ولكن زعما من ناحيه ديال السرطان والعلاج السرطان كما قلتي، الخاصيه ديال السرطان راه خاصيه والواقع ديال السرطان على الانسان، على العائله، على المجتمع. لذلك زعما حتى من ناحيه السيكولوجيا خص الممرض حتى هو راه تيقوم بواحد الدور كبير
لانه هو الوسيطه هو اللي كيكون قريب للمريض. البروتوكول العلاجي تينفذ طبعا التفاصيل تيتكلم وتيتواصل اكثر لانه تيبقى مع المريض واحد المده اطول. سطرتي على الاهميه ديال دور الحياه ونشوفوا من خلال الروبورتاج الموالي مشاهدينا نتحول الى دار الحياه بالبيضاء. بطاقه استيعابيه تصل الى 41 سريرا تفتح هذه المؤسسه ابوابها لاستقبال المرضى ممن يتابعون علاجهم في مستشفى النهر بالايواء والنقل من والى المستشفى. وبالدعم النفسي تتكفل هذه المؤسسه التي شكل احداث عدد منها في عدد من المدن المغربيه شكل نقله نوعيه على مستوى عدم الانقطاع عن العلاج حتى تحقق الشفاء. عودة إلى كوثر حمومي وياسين حمدون. إلى دار الحياة آوت وبحضن الأم استجارت سعيدة في معركة قهر المرض. قبل عام ونصف العام شخصت إصابتها بسرطان الدم، لم تنل منها مضاعفاته بقدر ما أرهقها التنقل 3 مرات أسبوعيا ما بين ضواحي العرائش حيث تقطن والدار البيضاء حيث تتلقى العلاج، قبل أن تستدل قبل نحو شهر من اليوم إلى دار الحياة. كنت جيت بوحدي وشوية بقيت ديال الحصة شوية تعبت وقلت لهم الوالدة نجي عندي معايا الوالدات، قال نمشي للسبيطار ونجي الوراق كان هادي كتمشي معايا ندير التحليلة وندير الدواء ونجي. لاباس هنا شوية الحمد لله، الناس مزيان هنايا طيبين، كلشي نقي كلشي مزيان، ماكلة كلشي شارة كحلي في الدار وصافي. كاين شروط باش تنقبلوا هاد المرضى. اولا خص يكون متبع العلاج ديالو بصفه بمستشفى النهار بصفه منتظمه. ثانيا خص يكون خارج الدار البيضاء، ما يكونش عنده شي واحد من العائله اللي في المدينه. وثالثا خص يكون من ذوي الدخل المحدود. هادو ثلاثه الصفات اللي الشروط اللي خص يكونوا عند المريض باش نستقبلوه في دار الحياه. وبإيمان بالقدر خيره وشره تقبلت مريم تأكد إصابتها بالمرض. على طريق العلاج تمضي الشابة بخطى واثقة، خاصة بعدما قبل طلبها بالإقامة في دار الحياة. ترافق زهرة حفيدتها لترعاها وتشد من أزرها. لا عمرني ما مليت، ديما كنت كنكافح وكنصلي وكنطلب الله يعاونني، وبفضل الجده ديالي كانت كتعاوني بزاف، يعني ديما كتقول لي لا خاصك الدواعي، والحمد لله كاين الدواء، وفي الصبر والعزيمه كلشي كيداوى وكلشي كيدار. رفيقه ديال بنت ولدي رفيقه معها، كنديها التحاليل، كنسهر معها بالليل، كتحنق ليا نوضها ونشربها ونخرجها، حتى الحمد لله شويه دابا شويه الحمد لله، كنطلب الله يكون كثر. طلب الشفاء بدا صعبا بل في عداد المستحيل لولا دار الحياة تؤكد الجدة، حيث كادت مريم أن تنقطع عن المتابعة الطبية بسبب مشقة الطريق وتكاليف التنقل من وإلى المحمدية. أنا توحشتك معايا. لا بس عليها. لا الحمد لله لاباس. كنا مكرفسين ما نكذبش عليك، كنا مكرفسين بزاف، ما كنعسوش، كنبغيو نخمو باش نشدو الطريق. والبنت مريضة كتعيا لي في الطريق، كتعيا لي البنت في الطريق، كتعيا كنجيبها أنا ونديها أنا، باباها كيمشي معاها ويجي، ما كيصيبش يمشي ويجي، باباها سايق ديال الطاكسي، شيفور مع ناس، ما كيصيبش يتخلى على بلاصتو، كيعاوننا مسكين شوية، كيعاوننا شوية حتى عيا. قالك أمي أنا راه جيبيها للدار وخليها، راه عنديش باش نتبع معاها بزاف عليا أمي، راه المصاريف كثير عيب باش نقابل الدار ونقابلها هي، راه الله غالب. قبل النشأة ديال دار الحياة اللي كاينة في الدار البيضاء في 2007 كانوا المرضى تيتخلاو على المرضى ديال على العلاج ديالهم، ما كانوش تيلقاو فين يسكنوا فين يبقاو مدة العلاج. عرفتي هذا المرض مزمن ومكلف، فهمتي اللي تيخليهم تيتخلاو نهائيا للعلاج. من 2007
ولا سميت مع التحسيس ومع سميتو الناس ولا يعرفوا طال الحياه، بالدليل انه كل سنه تقل النسبه المئويه ديال الملح تتزاد. هذه السنه ديال 2014 وصلنا 86%، السنه الفارطه كانت 82%. بالجسر الموصول بين منزل المريض والمستشفى تعرفوا دور الحياة التي تستقبل المصابين بالسرطان ممن يتابعون العلاج بصفة منتظمة في مستشفى النهار. على عاتق طواقم الدور تقع مسؤوليات الإيواء، التغذية، الدعم النفسي والمعنوي للمريض، فضلا عن التأكد من السير المثالي لبروتوكول العلاج. من مدينة بني ملال قدمت نجية. جاتني القاصحة شوية نمشيو نجي ويورينا دي دار الحياة في ميريسكو في الربعين، قال لكم كاينة واحد دار الحياة هكان وكان. مشيت لعند الحاج سقلته وتقيدت عنده وتقيدت هنا، ودابا أنا متبعة العلاج تنمشي بخير وعلى خير، مهلين فينا واكلين شاربين والحمد لله، تنمشيو نديرو دوانا وتيجيبنا ترانسبور ويجيبنا، اللهم لك الحمد. من عدد من حواضر وقرى المملكة قدمنا طلبا للعلاج من السرطان. مع اقتراب الموعد مع الطبيب تستقل المريضات وسيلة النقل التي تؤمنها دار الحياة لتأخذهن في رحلة باتجاه الشفاء، باتجاه الحياة. سأواصل مع الدكتور فؤاد بلمير. طبعا رحلة باتجاه الشفاء هي رحلة باتجاه الحياة، ومن هنا أتصور جات التسمية ديال دور الحياة حتى لا ينقطع المرضى على العلاج. وغنرجعوا نكرسوا الصورة ديال الأم في مساندة المريض والجدة في مساندة المريض. تماما، هي التسمية ديال دور الحياة. هذا البرنامج هو في الحقيقة المحرك ديالنا كان هو بعث الأمل عند المغاربة والتقليص من الهول ديال المرض والتهويل ديالو، وبالتالي هذا الدور ديال الحياه جميل جدا. الدور ديال الحياه صعبه جدا العمليه ديال العلاج، وغادي يتفقوا معي الاطباء على انها مكلفه والانتقال جغرافيا. انا علينا الا نكون جاحدين، مجهودات جباره تبذل خاصه في هذا الميدان ديال العلاج من السرطان. الاليات متطوره، طاقم طبي مؤهل، وكاينه واحد العمليه التواصليه عند الاطباء المشرفين على هذه العمليه ديال التداوي من هذا المرض هذا. وهذا دور ديال الحياه كذلك جات جات في 2005. جميله جدا هذه السنه ديال 2005 مع الانطلاقه ديال 18 ماي 2005 بالخطاب ديال جلاله الملك حول الانطلاق المبادره ديال التنميه الوطنيه البشريه. اعطات هاد الطريقه الجديده في التفكير، هاد المواكبه الاجتماعيه والمواكبه النفسيه اللي ما كانتش. اكيد على ان الناس كانوا الى دازوا مثلا دي روبورتاج في التلفزيون تيبينوا على ان الناس كانوا تيجيو تيداووا في المستشفيات الجامعيه سواء في الرباط ولا في الدار البيضاء على انهم تيكريو بيتات وهذا وتيباتوا الجرادي وتيباتوا. اذا التفكير في خلق هاد النوع من الدور فهو مساعد ومحفز كبير على انجاح هاد العمليه هادي ديال العلاج من هاد المرض هذا. وهذا كله تيصب في واحد الاتجاه، واللي من خلال هذا البرنامج ديال بدون حرج اللي حتى الاستاذه ايمان اليوم بحثت بكل وسائلها على ان تجد، ولكن ملي تيكون المسائل ايجابيه رغم على انه حتى علم الاجتماع هو من العلوم اللي خصو يزعج الى اخره، ولكن في بعض الاحيان عندما تكون الامور غاده بواحد الشكل اللي ايجابي علينا ان نبحث كذلك على الاشياء الايجابيه، خاصه على شنو هو قضاء فقط على التصورات والتمثلات اللي تشكلت خطا حول هذا المرض، لانها تتحط من المعنويات ديال المصاب وقد لا تساعد الطبيب. الطبيب تقدم المسائل العلميه والطبيه الادويه الى اخره، واللي تكون عنده المواكبه الاجتماعيه والنفسيه فراه اذا كان هذا المرض هذا فيه واحد النوع ديال التضافر، فباش نتغلبوا عليه كذلك خص يكون التضافر ديال الجهود كامله. فعلا دكتور، يعني تامينا على الكلام ديالك، هذه الحصه طبعا فيها تتمين المجهودات اللي دارت طبعا طرف وزاره الصحه والشراكه مع المؤسسه القويه واللي فعلا جابت يعني فتحات الابواب ديال العلاج وديال المواكبه الاجتماعيه لمرضى السرطان اللي هي مؤسسه لاله سلمى للوقايه وعلاج السرطان. حنا اليوم باش نتمنوا ما انجز، باش نعرفوا عموم المغاربه به
وكنطمحوا دائما المزيد في الاتجاه طبعا ديال تطوير التكفل العلاجي. نرجعوا نتكلموا على التجربه ديال دور الحياه معك دكتور بلمك. يعني هذا الوجود ديال الام ديال المرافقه ديال الجده كذلك، هذا الاستقرار النفسي الاستقرار الاجتماعي، عندك المبيت عندك الاكل عندك التنقل كذلك من والى المستشفى، كيخليك تمشي منضبط في العلاج ديالك بمعنويات مرتفعه. وجات على لسان مريم وكنحيوها، هي معركه ملاكمه حتى الضربه القاضيه. صحيح، هو بالاضافه اللي قال الاستاذ، اولا هناك ثلاث عوامل تحدثنا بان المرض له ثلاث عوامل ثلاث ابعاد، حتى العلاج له ثلاث عوامل. اولا عندما نجد الاستاذ الفاضل والاستاذه الكريمه حاضرين في هذه الحلقه الكريمه وكيشرحوا لجل المغاربه بروفيسور ودكتوره في هذا المستوى ما شاء الله العلمي، فهذا المريض كيحس بان هناك ما يسمى ترانسفير بوزيتيف، اسقاط بين المريض والمعالج. ثاني هناك دار الحضانه، دار الحياه هي حضانه تحضن الحياه تحضن طبعا دار الحياه والحضانه. فعندما اجد هذا المريض وهذه المريضه هناك عنايه خاصه ببروفيسور، وهناك دور دار الحياه، وهناك مستشفيات، وهناك علاج في المستوى كما قال الاستاذ الكريم. فيبقى عامل واحد هو الاسره. نجد بان الجده وكان المفروض هي التي تخدم، هي الان تخدم، اذا الجده اسم الجده لاننا نخدمها فهي التي تخدم. اذا هنا العوامل الثلاث قد توافرت، ولا ننسى بان العامل النفسي شيء ضروري في العلاج، والاستاذ ربما يشاطر الراي انه لا يمكن ان يكون هناك علاج بيولوجي او علاج كيماوي اذا لم يكن ارتياح نفسي، فهذه العوامل تعطينا ارتياح نفسي، وبالتالي هذا المرض الذي كان يخيف المغاربه وكان يرمز الى الموت، هناك امل، هناك يعني امكانيه التكافؤ وامكانيه الانتصار على هذا المرض. المفروض من الأسر ومن المرضى أن يكون لهم ثقة مطلقة في الطب، وليس للشعوذة وليس للأشياء التي تؤخر العلاج وفي آخر المطاف نصب الخطأ على الدكتورة فقط. للأسف الطبيب بمختلف مستوياته نفسي أو بيولوجي أو كذا لا نثمن ما يقوم به، لكن نعلق الأخطاء عليه، ما أن يقع شيء نقول غالبا بالعكس الطبيب هو سبب أو غير ذلك، لكن لا نقول الطبيب أنقذ حياة أو الطبيب عمل أو كذا. هناك كلمة لأحد الأطباء اليونان عندما قال لأحد المرضى وهو يعالجه: من يوجد في القاعة؟ قال: أنا وأنت. قال: لا، يوجد أنا كطبيب وأنت كمعالج والمرض، فأيهما تختار؟ هل تختار المرض ضدي أم تختارني أنا ضد المرض؟ إذا لابد أن يكون ارتياح الطبيب، ولابد أن يكون ثقة في الطبيب، ولابد أن يكون هناك ثقافة الاعتراف مغربيا ماشي فقط بما ينجزه. أستاذة إيمان، ألحت على وجود المرأة بشكل قوي في هذه الرحلة للمرض، فقط أريد أن أجيب: إن من تعطي الحياة لا تفرط فيها بسهولة. جميل جميل، وغنبقاو في هذه المسألة ديال الحياة ودور الحياة ونربطوها بواقع الانقطاع عن التطبيب، يعني انقطاع العلاج، في حين أن العلاج في بروتوكولات مدد معينه، ما خصش يكون تاخر، ما خصش يكون تلاعب في يعني في مواعيد ديال الحصص. شنو جابت دور الحياه وتشددنا على اهميه الالتزام الحرفي بالبروتوكولات العلاجيه؟ هي كاين هناك مقدمه مهمه بالنسبه للسرطان، كما قال في الرسائل الرساله المهمه هو السرطان مرض يعالج، جميع انواعه تعالج، جميع انواعه تعالج، غير هو الاشكاليه ديال العلاج. الا بغينا نبسطوا عاوتاني، المرض ديال السرطان تيمر من ثلاث المراحل: المرحله المحليه انت يكون محلي العضو، هذا عندنا تقريبا العلاج فيه حتى كيوصل حتى ل 95% باش ما نقولش 100%. كاين المرحله الثانيه كيمشي للجهه، كيمشي للولاسس وتيمشي لهذا، هذا غادي نقول لكم تقريبا عندنا 50 حتى 60% ديال العلاج. وكاين المرحله الاخيره هو المرض ديال الانتشار، كينتشر كيتسمى لا ميتاستاز، لان الخليه كتكون خبيته وعندها وسائل ديال الخبث باش كتمشي تسافر وتمشي تستقر في عضو اخر ليس بالعضو الاول. وهذا هو الاشكاليه، لان هنايا فاش كاين العلاج تقريبا تيكون قل من 5%، ورا ان هناك تقدم في العلاج الان لهذا المرض المنتشر ما يسمى بالنقيليات الميتاستاز. هذا هو الاشكال مما حدنا لذلك هذا هو الاهميه ديال الديبيستاج، ديال الكشف المبكر، والاهميه ديال التشخيص المبكر، لان ما حدنا كنشخصوا المرض في المول ديالو الا وعندنا تقريبا طرق العلاج. وكما قلتي العلاج عاوتاني واحد الخاصيه ديال السرطان، خص الواحد يعرف بانه العلاج ما كيتمشاش من طبيب واحد، هناك اطباء ولا بد منهم باش كيتناقشوا
ما يسمى بالار سي بي، هما اجتماعات تشاوريه متعدده الاختصاص. السرطان الان ما كيتعالجش من طرف طبيب واحد، كيتعالج من طرف اطباء اللي كيتشاوروا وكيتناقشوا باش كيحددوا الاستراتيجيه العلاجيه والدواء والبروتوكول كما قلتي. وتحديد البروتوكول واش نبداو بالجراحه وعاد نزيدوا المواد الكيماويه وعاد نزيدوا العلاج الهادف والاشعه فين غادي نديروها، ولا نبداو بالاشعه، هذه هي الاستراتيجيه العلاجيه. اللي بغيت نقول عاوتاني، هناك تقدم كبير من الناحيه العلاجيه ديال السرطان، من ناحيه التشخيص هناك اجهزه الان تشخص احسن من اللي كانت، من ناحيه العلاج، ومن ناحيه العلاج كاين تقدم في الجراحه، هناك الجراحه الحافظه، ما بقيناش كنديروا البطر مثلا ديال التدواء، كنديروا الجراحه الحافظه، والانسانه كتبقى كتحافظ على وكاين تقدم كذلك في العلاجات الطبيه، والعلاجات الطبيه فيهم الهرمونات، العلاج بالهرمونات، وكاين العلاج بالمواد الكيماويه، وكاين العلاج المهم الان هو العلاج الشخصي، لانه المرض السرطان الان هناك خاصيات بيولوجيه. مثلا سرطان، نعطي مثال، لان سرطان الثدي هو الاول، سرطان الثدي مثلا كان تقريبا هذه 30 عام كان سرطان واحد، الان هذاك سرطان الثدي لادينوكارسينوم فيه بزاف ديال الانواع، فيه سبعه ديال الانواع ديال السرطان. نظرا للخاصيات البيولوجيه، لان تقدمت وبالتالي لكل حاله علاج، تماما لكل خاصيه هناك بروتوكول وعلاج، وبما انه تيولي العلاج تقريبا كيعطي احسن والمضاعفات الجانبيه اقل. طيب وخصنا ضروري نلتزموا يعني بحرفيا هذا البروتوكول العلاجي، وما نقطعوش على العلاج. الباقي من زمن الحلقه في حدود الاربع دقائق، غناخذ مداخلات اخيره. مساله ديال انقطاع الادويه دكتوره، واش كتكون بشكل يعني كتجي بشكل يعني، لان شفناها سطروا عليها الناس في الروبورتاج، شنو تيوقع ملي تنقطع هذه الادويه مرات على المستشفيات؟ كيكون مشكل في التزويد بها؟ انا بغيت نهضر غير على بصفه عامه لمكافحه السرطان، عرف واحد القفزه نوعيه في المغرب، لا من ناحيه البنايات ولا التجهيزات ولا الاطر الطبيه وشبه الطبيه اللي كتكلف بالمرضى. ثاني حاجه بالنسبه للادويه، وزاره الصحه كتخصص واحد المبلغ مهم لشراء الادويه للمعوزين لي غاميديست ديال الراميد، ومؤسسه لاله سلمى كتخصص مبلغ اكثر واكبر لشراء الادويه اللي كيتسموا لي برودوي انوفون، اللي هما غاليين بزاف وما يمكنش المريض لا يشريهم لا في المرحله الاولى ولا في، المهم الكلفه ديالهم كبيره. باش العدد ديال الادويه اللي خاصها تشرى كيقوموا بها الناس اللي خدامين في المراكز الانكولوجيا، ومن بعد ملي كيتشراو كيتم واحد كتخضع لواحد المراقبه، لا من طرف مؤسسه لاله سلمى ولا من طرف الوزاره، بصفه مقننه ودقيقه ومستمره. الا كيوقع بعض المرات شي نقص في الادويه، ماشي كلهم، غيكون واحد ولا بحثنا، الا بحثنا اكثر نقدروا نلقاوه، ماشي كاع دواء ديال الانكولوجيا، دواء واحد اخر بسيط للمريض يقدر يشري على برا، الكلفه ديالو ماشي كبيره. واضح ان جوج دقائق غناخذ مداخله اخيره لكل متدخل، شنو رسالتك الاخيره؟ انا كمختص نفسي نتمنى يكون هناك دعم نفسي من طرف الاسره اولا، ونتمنى من طرف المختص كذلك نفسي. ونتمنى اذا كانت امكانيه يكون داخل المستشفى، لان المريض يعتقد ان كل شيء ياتي من المستشفى فهو اجمل، لكن داخل الدار يكون هناك تعاطف، يكون تعاطف يعني نوع من الحنان، لكن لو كان في المستشفى يكون تعاطف علمي وليس تعاطف الحنان كما يعتقد. مداخلة أخيرة نختم معك دكتور فؤاد بولمير. أنا كنظن بأنه الرسالة المهمة هو السرطان مرض يعالج، والحمد لله في المغرب الآن خصنا نفتخروا بأنه كما قلنا نظرا للسنة المحورية والمؤسسة لاله سلمى ووزارة الصحة، هناك زعما تطور كبير. غير على العلاج نضيف بأنه أول مرة كنمكنوا الأدوية الهادفة اللي غالية للناس المستضعفين اللي ما عندهمش، أول مرة كتجرى هذه صافي أربع سنين ولا خمس سنين في جميع المرافق وفي جميع المراكز الجهوية. واضح دكتورة؟ الكشف المبكر، الكشف المبكر هو النصيحة اللي غادي إضافة على الوقاية بالنسبة للعوامل اللي كانت حكموا فيها، قلنا قبيلة التدخين، الأكل، نمط الحياة، الرياضة، والكشف المبكر. الناس ما يتسناوش، فين يحسوا بالأعراض ولا ما يحسوش بالأعراض يمشيو عند المريض ديالهم بصفة متداولة. الكشف المبكر عندنا حاليا برنامج الكشف المبكر سرطان الثدي اللي هو فابور بدون تكلفة في جميع
المراكز الصحيه ديال وزاره الصحه، وعندنا الكشف المبكر لسرطان الثدي، سرطان عنق الرحم في سبعه جهات 37 اقليم. ونهي معك باختصار دكتور. باختصار شديد ساركز على الكشف المبكر فقط. يجب رسمله النتائج العلميه ديال الدراسات اللي تيقوم بها الجهاز ديال وزاره الصحه. اليوم وضعنا تصنيف لهذه الامراض ديال السرطانات اللي تحتل المرتبه الاولى واللي تتمس واحد الشريحه كبيره جدا. اذا على حسب هذه المعطيات يجب التوجه الى عمليه ديال التحسيس مبنيه على هذا التحيين ديال رسمله هذه المعطيات العلميه. اعتقد الدول اللي سبقنا في هذه المسائل هذا ترسم هذه المساله هذه. وعندي كلمه اخيره للاعلام، عليه كذلك ان يراعي استعمال هذه الكلمه ديال السرطان، راه الوقع ديالها على الناس اللي ما مسلحينش ثقافيين عندما يقول مثلا في الاخبار تسمعوا المغاربه كل شيء ويشتري في الجسم كما يشتري مرض السرطان، في حين كاين الناس مثلا اللي ما عندهمش معرفه وثقافه وبالتالي قد يزيدوا من الوطأ ديال هذا المرض. فعلا هذا الدور ديال الاعلام، ممكن نتكلموا على الاورام السرطانيه يعني بحال اللي كنوصفوا الهستيريا مثلا كمرض نفسي نطلقها هكا جزافا. شكرا دكتور فؤاد بالمير، شكرا للدكتور عبد الكريم المقدم، شكرا موصول للدكتوره لطيفه بالكحل والبروفيسور حسن ريحاني. نهايه عدد هذا المساء من بدون حرج. طبعا تكلمنا على الادويه كذلك في سرطان الدم، كتكون الحاجه للدم. هنا نداء ديال التبرع، نبغيو نختموا به هذه الحلقه، نداء ديال التبرع من اجل انقاذ ارواح عدد من المرضى طبعا ديال سرطان الدم. واليوم بغينا كذلك نترحموا على فوزيه فاضلي، هي ايقونه من ايقونات التبرع بالدم، او لا هي مريضه كانت كتستافد طبعا من دماء المتبرعين. كيكون خصاص كبير في بعض مراحل السنه، نتمناو من خلال هذه الحصه نجدوا نداء التبرع بالدم. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، نلتقي الاسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس القناة ميديا ان تي في. أمان الله.